ازيكم؟ معكم صورة سيد. فيديو النهارده بيتكلم عن هلبس ايه وانا رايحه الجامعه. تمام، قبل ما ابدا الفيديو اوريكم التنسيقات بقى، انت المفروض تلبسي ايه وما تلبسيش ايه. اماكن اللبس اللي انا بشتري منها اي مكان، يعني بشتري مثلا من بولاند مير، من بريشكا، من ديفاكتو، من الوكاله، من اي حته، من الشارع، من اي حته. فده مش موضوع معقد ان انت تقعدي تقولي انا لازم اجيب من كذا واجيب من كذا، لا انت بتجيبي من اي حته. المهم تكوني انت مرتاحه في اللبس واللبس يكون لايق عليكي وعملي للجامعه. انت حاولي تشوفي الاوفر ليكي وتجيبي منه، علشان لبس الجامعه لازم يكون عملي، وكمان هو هيتبهدل معاكي شويه، فما تجيبيش حاجه غاليه خالص علشان ده لبس جامعه. يعني تاني نقطة عندي الألوان، لازم تجيبي ألوان متوسطة أو غامقة. فاتح ده مش نافع خالص. ليه بقى؟ أنت مثلا لبست بنطلون أبيض وتيشيرت أبيض ورحت الجامعة بقى إيه منورة في أول اليوم، هتيجي مثلا قاعدة على البنش في المدرج، زميلك أو زميلتك هيقولك اتخري، أنت ما بتقوميش، أنت بتزحلقي كده أهو. فالزحلقة دي بتاخد معاك كل التراب، يعني أنت بتنضفي الدنيا وأنت ماشية. دي أول نقطة. تاني حاجة بقى، أنت بتقعدي على الرصيف أغلب الجامعة أو بتسندي على الحيطان، مثلا بقى لو جبتلك بقى البيتزا بتاعت الجامعة بقى ولا الساندوتش الفرنساوي بتاع البطاطس اللي بيبقى مليان مايونيز ده، فلبس فاتح مش نافع خالص. لازم تلبسي لبس غامق أو لبس متوسط. تمام. تالت حاجة، المفروض تلبسي حاجات يعني مريحة، حاجات مريحة يعني ما تيجي تجري مثلا أو تمدي عشان المحاضرة بتاعتك. طبعا أنت قاعدة بتاكلي فالمحاضرة بتاعتك هتفوتك، فأنت لازم تمدي علشان تلحقيها، فلازم تلبسي حاجات مريحة، بناطيل ميلتون، بناطيل جينز، بناطيل مريحة، مش هيكون مريح. ما ينفعش تلبسي حاجة تكون مكتفاكي، هتحسي ان انت مش مرتاحه. لازم تلبسي حاجه مريحه وفي نفس الوقت تكون شكلها حلو، عشان طبعا احنا بناخد بالمظاهر في الجامعه، احنا مش هنضحك على بعض في الكلام ده. معنى ان انا اعمل فيديو تلبسي ايه في الجامعه، معنى كده ان كل واحده بتبقى عايزه تروح تبقى احلى واحده هناك، او بص مش هنقول احلى واحده، المفروض تكوني واثقه في نفسك عشان وانت ماشيه في الجامعه. تمام. دلوقتي انا هبدا في التنسيقات. اول حاجه هنبدا بالجزء العلوي. هنلبس اول حاجه اللي هي اكتر حاجه عمليه واكتر حاجه شكلها شيك ويبقى شكلك حلو، ان انت بتلبسي تيشيرت اوفر سايز مثلا مرسوم عليه اي رسومات. ده انا جايباه من ديفاكتو، كان في حدود 120 جنيه، لونه اهو مش فاتح ولا غامق، لونه متوسط فيستحمل معاكي. وتلبسي عليه مثلا جاكيت جينز بالطريقه دي، فبيبقى شكله حلو قوي على الصوره، على بنطلون جينز بقى زي حنف القبعه كده، او على بنطلون اسود يعني مره كده ومره كده، يعني هنغير في اللبس. تمام. دي اول حاجه. ممكن تلبسي جاكيت اسود برده، جينز برده، على اي تيشيرت عندك. انا بقى عندي هنا هيكون احمر، انت ممكن تجيبي بقى هيكون مخطط، هيفيها يعني هيكون اصلا طالع او الهينك طالع موضه قوي، انت تلبسيه وتلبسي عليه الجاكيت، بيبقى شكله برده حلو قوي في اللبس، وبيبقى شكله على السقول وبتدخليه جوه البنطلون، بيبقى حاجه عمليه ومش هتسقعي منها، عشان احنا داخلين على الخريف وداخلين على الشتاء، فالدنيا ما بقتش حر، الدنيا بقت يعني طراوه شويه. ممكن بقى تلبسي تيشرتات زي دي كده، بيبقى مرسوم عليها كرتون، بتبقى حلوه قوي، تلبسيها وبتلبسي مثلا طرحها على حسب الالوان اللي على الرسمه، او نفس لون التيشيرت، وده اللي انا بفضله على طول، بحب البس لون نفس لون التيشيرت، احمر او اسود. تمام. عندك برده تيشيرت اسود زي ده، بيبقى جاي على اوفر سايز شويه، بلبس طرحه لونها ابيض على حسب الكلام ده، او اسود يعني نشوف انت عايزه ايه. وبرده بلبس فوقيها جاكيت جينز، او بلبس تحتيها قميص، قميص ابيض طالع موضه قوي. عندك بقى السويت شيرت اللي طالعه موضه قوي، ودي هتنفعنا قوي في فتره الخريف اللي داخل علينا دي، تلبسي تحتيها قميص ابيض، او تلبسيها لوحديها كده على بنطلون ميلتون او على بنطلون جينز عادي. ممكن بقى تلبسي، يعني انا كده خلصت فكره الجاكيت، ان انت تلبسي تحتيه تيشيرت هاي يعني اوفر سايز، او هاي نيك، او تيشيرت عادي، شوفي انت ذوقك وجسمك هيليق عليه ايه. ممكن بقى تلبسي عليه بلوزه، بلوزات كده عاديه خالص، تلبسيها اللي هو ايه، تلبسيها كده وتلبسي تحتها طبعا حاجه برقبه عشان دي تبقى مفتوحه، لو هي مفتوحه زي دي مثلا، هي بصي مكمشه شويه عشان هي قاعده بقى يعني قاعده بقى لها كتير عندي. المهم تلبسيها على بنطلون جينز كده وخلاص. عندي مثلا بصوا بقى الحاجات اللي على الصوره قوي دي، الحاجات دي بقى مش عايزه اقول لكم هي على الصوره ازاي. دي سروبتات تلبسي على تحتيها بادي، اللي هو هيكون بادي هيكون كده بس، ويبقى شكلها جميل. شايفه انا جايبه من ده الاسود والجينز عشان انا بحبهم قوي، وجايباهم من ديفاكتو. لو انت رحت دلوقتي هتلاقيهم موجودين في اتش اند ام وفي ديفاكتو، وموجودين في حتت في حتت كتير، وعلى المواقع لو انت بتحب الاونلاين على شيء انه الكلام ده موجود.
طيب نيجي بقى على الجيب، ممكن تلبسي جيبه بليسيه عادي وتلبسي عليها تيشيرت تدخليه من جوه وعليها جاكيت لو انت محجبه، لو انت مش محجبه هتنزلي بالتيشيرت كده عادي. طبعا نسيت اقول لكم ان اي اندر شيرت او اي بنطلون تلبسيه تحت الجيبه او اي شميز بيبقى شافف لازم يكون قطن. انت تكرينا في الجامعه علشان هتحسي باحساس رهيب، فالقطن احسن حاجه، الاسود او الابيض. لو انت لابسه شميز ابيض بيفضل انت تلبسي تحتيه اندر شيرت الرمادي الفاتح تمام، والاسود بتلبسي تحتيه اسود عادي. هنيجي بقى على البناطيل. انت عندك البناطيل المهم في طالعه موضه قوي فانت تجيبيها، ودي عمليه قوي تدخلي فيها اي حاجه وتلبسي عليها حاجه طويله، لان انا مش هتستنوا مني في يوم من الايام ان انا اقول لكم البسوا حاجه قصيره كمحجبه عشان احنا محجبين، فانا متزعلوش مني مش مستنيه. انا ممكن اموت في اي وقت الاقي فيديو من الفيديوهات انا باخد عليه سيئات عشان بقول لك البسي حاجات قصيره، لازم تلبسي حاجات واسعه وتكون حاجات طويله عشان احنا محجبين. برضو البناطيل شارلستون دي حلوه قوي طالعه موضه اصلا، هي رجليها واسعه من تحت انا بحبها قوي. انا عندي واحد اسود بس مش لاقياه. المهم ده بتلبسي عليه جميز طويل كده بيبقى شكله حلو قوي علشان ما يبقاش ضيق من فوق كده ويبقى شكله حلو. ممكن بتلبسي عليه تيشيرت اوفر سايز وتلبسي عليه جاكيت بيبقى قصير شويه كده، فالدنيا بتبقى متداريه وبتبقى حلوه. وطبعا لفه الطرح بقى انت بتلف لفه الطرح اللي انت عايزاها على حسب بقى وشك. انا عن نفسي بلف لفه الطرح العاديه اللي بتبقى مربوطه من ورا دي اهي وخلاص. بالنسبه بقى للشنط انت يعني بتحاولي تجيبي شنط يعني شنط الظهر او شنط كبيره شويه عشان ايه بتحدفي بقى اكلك بقى وعصيرك وملازمك بقى والكلام ده كله. بالنسبه للكوتشيات والجزم انت بتشتري الكوتشيات اكتر حاجه عمليه، ولو عايزه تتشيكي شويه هتلبسي بوت اللي هو الهاف بوت ده بيبقى شكله جميل قوي. بالنسبه للشرابات طلع موضه قوي الشرابات اللي هي بتبقى تقيله شويه دي، بس استني بقى لما الشتا يخش عليكي وتقدري تلبسيها. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، ربنا يكون استفدت منه. ما تنسيش اشتراك في القناه ولايك لو عجبك الفيديو، ويا رب تكون قلت لكم يعني الحاجات المهمه في لبس الجامعه. وتابعوني على الانستجرام بتاعي عشان انا عامله انستا بقالي سنه ونص وبنسى اقول السنه ونص على القناه ان انا عندي انستا، بنحط عليه كل التنسيقات وبنزل ستوريهات بقى، ولو حد عايز يتواصل معايا بيتواصل معايا من خلاله، واي تعليق اكتبيه وانا باذن الله برد عليه، يعني بحاول ارد على كل الحاجات. وتابعيني الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.